أجرت جمعوا لكم هذه المناسبة. عبد العزيز بو كنا في الاتقاس. متى تأسست كدولة حديثة؟ نحن من خلال إقامتنا لهذه الندوة التاريخية والتي نستحضر فيها شخصية من الشخصيات الجزائرية التي نقشت اسمها في اللوح المحفوظ لذاكرتنا الوطنية، كما قلنا هو رائد من رواد المقاومة والجهاد، وهو رمز من رموز الفكر والأدب والثقافة، وهو الرجل الأمة الذي يعود إليه الفضل مع غيره الكثيرين من الجزائريين أبناء الجزائر في تثبيت أركان وقواعد الهوية الوطنية. توجب علينا ونحن نذكر هذه الفضائل وهذه الشمائل، توجب علينا حفظ ذاكرته والعمل على نقلها من جيل إلى جيل حتى تبقى نبراسا لنا ولأبنائنا، وحتى يتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عندما نتكلم عن الأمير عبد القادر هو في الحقيقة أمة، هو نفسه أمة أولا بشجاعته وبأخلاقه، وهو في الحقيقة فضله الناس أن يكون قائدا للأمة في بشجاعته التي ظهرت في معركة المقطع، لأنه في معركة المقطع ظهرت يعني القوة العسكرية. الإمارة ما لم تعطى له، وإنما هو أخذها ب ب ب ب ب يعني بمشاركته وبالشجاعة التي ظهرت والعمل العسكري اللي قام به في معركة المقطع. الأمير عبد القادر وإن كان رمسا فهو لم يموت. لماذا؟ لأن الخالدين، هو من الخالدين، الخالدون لا يموتون، وتناسلوا في هؤلاء، تناسلوا فيكم، تناسلوا في الشباب، في هؤلاء الذين يقومون على تمجيدهم، وهو طبعا كان يعني قضية. نحن كشباب نريد أن نهتم بهؤلاء ونورث حتى هذه قضايا الاحتفاء وكذا لأحفادنا، لكي يبقون دائما في ذاكرتنا، لأن الذاكرة الجمعية لا تموت. فنحن إذن مطالبون بأن نمجد أفعال هؤلاء، وهم الآن ممجدون بأعمالهم وما تركوه.